بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك لنادي سبورتين، مبروك لأعضاء نادي سبورتين، مبروك لأسرة كرة السلة في النادي. الحمد لله إنجاز جديد بيضاف للباسكت في نادي سبورتين وللرياضة عموما. الحمد لله بطولة الدوري مرتبط للسنة الثانية على التوالي، ده إنجاز يعني كنا بنحلم بيه كلنا، ولكن الحمد لله ده اتحقق النهاردة. بشكر في الأول لعيبة 16 سنة رجالة جدا اللي هم هم فعلا ساعدونا واحنا ساعدنا بعض جدا احنا الحمد لله وانا تعبت قوي شو النهارده يا جماعه وانا تعبت احنا الحمد لله نقدر نحقق الانجاز ده وربنا كرمنا، والف مبروك للنادي سبورتنج كله، وان شاء الله لسه عندنا دوري وكاس ربنا يكرمنا ان شاء الله. الف مبروك نادي سبورتنج، الف مبروك اول بطوله غاليه. هو بيستوي بطوله غاليه الحمد رب العالمين. اول بطوله بنلعبها الحمد لله. نشكر فريق المرتبط، عمل شغل معانا كويس، ساعدنا ان احنا بناخد البطوله ديت. مبروك للنادي، مبروك مجلس اداره والمدير الفني، ودايما كده ان شاء الله يا رب في البطولات ان شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين، دي رابع بطوله في ثاني سنه على التوالي، اول بطوله ان شاء الله لينا السنه دي ان شاء الله تبقى فاتحه خير باذن الله. لسه عندنا الدوري والكاس، مبارك لمجلس الاداره والاعضاء نادي سبورتنج كلهم، ونوعدهم ان شاء الله بالمزيد. الف مبروك نادي سبورتنج، والحمد لله اول بطوله السنه، وان شاء الله يعني بنوعد المزيد من البطولات ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله دايما نكسب وفضل الكاس والسوبر ان شاء الله نكمل زي السنه الجايه. الحمد لله احنا حافظنا يعني على اللقب وبتاع، والحمد لله احنا يعني بذلنا مجهود الحمد لله. طبعا كان عندنا اصابات كتير، بس قدرنا نتحدى كل الحاجات دي وقدرنا نلعب. طبعا في معانا ناس لازم مش لازم ننساهم، طبعا نجيب وخورشيد والناس دي طبعا اثروا معانا، بس الحمد لله احنا قدرنا نتحدى كل الحاجات دي. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، والاصابات اللي عندنا والظروف اللي حصلت وكده، والله فرقه يعني رجاله، وان شاء الله يعني البطولتين اللي جايين يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا.